أول شيء سيقوم به رئيس المنتخب الجديد شهباز شريف أنه بدأ بإجراء لقاءات مع قادة أحزاب الائتلاف لأجل تشكيل اللجنة الوزارية، وطبعا تشكيل الوزارة الجديد، وطبعا سيشارك في اللقاءات زعماء أحزاب الشعب وخاصة حزب الشعب، كما تعرفون أنه له كتلة كبيرة، وبل أقول أن له اليد الكبيرة في الإطاحة بالحكومة السابقة، حيث أن لهم أغلبية كبيرة في إقليم السن بكاملها، وطبعا يرأسها حزب الشعب بلاول بوتو، وثانيا يلتقي مع زعيم حزب جماعة الإسلام علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن، وأيضا لهم أيضا كتلة كبيرة في، ويستخدم الكارت الديني، وطبعا يشارك ايضا مع رئيس حزب الحركه القوميه الموحد خالد مقبول صديقي، ويجتمع مع زعيم حركه بلوشستان القوميه سردار اخطر منجل، وزعيم حزب البلوشستان العوامي خالد مكسي، ورئيس الحزب الجمهوري شاهين بكتي وغيرهم، لاجل طبعا تشكيل الحكم الوزاريه الجديده. ومن المتوقع طبعا انه حزب الشعب في حتى الان متردد في ان ياخذ اي مناصب او اي وزارات، لانه هو لا يرغب في أن يتولى أي منصب وزاري، بالخصوص أنهم عرضت عليهم بعض المحاقيب الوزارية، ولكن خوفا أنهم سيفقدون، وخاصة الباكستان والأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الأمنية، الأوضاع المختلفة في حالة تزعزع وليست في حالة استقرار. ولكن طبعا الأحزاب الأخرى سيعطي لهم بالمشاركة، حيث أن طبعا وصل إلى السلطة بمساعدة جميع الأحزاب. وحتى الآن أنه قرر حكومة نواز شريف كان وزير المالية فيها مفتاح إسماعيل، فمن المقترح أنه سيتولى مفتاح إسماعيل أيضا منصب الوزير المالية في الحكومة الحالية، ومن المقترح من واقترح رئيس الوزراء شهباز شريف على رئيس حزب الشعب بلاول بوتو أن يتولى نويف قمر رئاسة البرلمان، حيث أن نويف قمر هو أيضا برلماني بحت وقديم وله خبرة وباع طويلا في السياسة. ولكن من هنا دكتورة لبنى، زيارة شريف إلى أقليم كراتشي واللقاء بالحركة الشعبية والقومية كذلك اللذين ساهما كثيرا في إسقاط خان، هل يعقل أن يتخليا عن حصة الأسد في هذه الحكومة القادمة، خصوصا أن رئيس الوزراء المكلف جاء بنفسه إليهم؟ حزب الشعب ليست له الآن طموحات، بل في المستقبل سيسعى إلى وزارات خاصة، وبسبب أن الوضع الحالي طبعا ليس، تعرفون التضخم المالي، الاقتصاد ضعيف، والغلاء المعيشي، والدولار نزل إلى 184 روبية مقابل الدولار، فطبعا كل هذه الأشياء يعني ليست مشجعة لحزب الشعب أن يتولى المناصب الوزارية، ولكن سيأخذ وزارات طبعا، ولكن هدفهم في الوزارات المهمة خاصة الداخلية أو ممكن الخارجية. لكن الآن ما زال التفاوض المهم مع حزب القومية، حزب الحركة القومية المتحدة، هم يبغون في 4 أو 5 وزارات لهم، ولكن حزب الحاكمة وشهباز شريف عرض عليهم 3 وزارات، ولكن التفاوض ما زال مستمرا بين 3 إلى 4 وزارات التي هم يبغونها ويريدون الحصول عليها. ولكن كل واضح تماما الوزارية إذا منحت لحزب الشعب وحزب القومية، فطبعا بقية الأحزاب التي وقفت وصمدت مع شهباز شريف ستغضب، وطبعا لأن أيضا لها حصة كبيرة في المساعدة لصعود شهباز شريف للحكومة.